ان ما ينفعش انت تيجي في فترة فيها مشاكل ويبان المعدن. صحيح في ناس في وقت المشاكل يبان معدنهم الأصيل بشكل كبير جدا، والأمثلة كتير جدا، وأهم هذه الأمثلة كابتن محمد عبد الشافي نجم نادي الزمالك، واحد من أيقونات نادي الزمالك، ده اللي بيختاره جمهور نادي الزمالك. الكلام ده مش كلام مرسل. الراجل ده عمل ايه؟ عمل واحد واتنين وتلاتة. مواقفه ايه مع النادي؟ مواقفه كذا وكذا وكذا. ايه اللي حققه مع النادي؟ حقق بطولات كذا وكذا وكذا، وحقق بطولات كتير جدا مع نادي الزمالك. طب الراجل ده يوم ما راح يحترف في المملكة العربية السعودية الشقيقة، راح نادي اهلي جد، عمل سمعة كبيرة جدا، عمل سمعة خلت جمهور اهلي جدة بيعشق سيرة محمد عبد الشافي. الراجل خد معاهم اربع بطولات، فترة ما كانتش كبيرة بس خد معاهم اربع بطولات، خد معاهم الكاس، كاس ولي العهد، خد السوبر السعودي. فانت قدام لعيب كبير قوي، مواقفه هي اللي بتخلي الجمهور يقولك لا، عبد الشافي ايقونة، ايقونة فنيا واخلاقيا. الراجل ما سمعش، محدش سمع مثلا مشكلة عملها كابتن عبد الشافي السنة اللي فاتت، مش الموسم اللي فات ده، الموسم اللي قبله، يوم ما كان بيتجدد التعاقد معاه. راجل جدد على بياض. ليه؟ عارف ان في الفترة دي ممكن يكون في مشكلة مادية، ممكن يكون في حاجة. الراجل مضى على بياض، وكلام مدير الكرة وقتها قال لك ان احنا ادينا العقد كده للكابتن محمد عبد الشافي وهو قاعد، واحنا قاعدين معاه بنقول له اكتب الرقم اللي انت عايزه. فقال لهم اللي انتوا عايزين اكتبوه. قاموا كاتبين رقم. قام الراجل قال لهم لا 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 لا، الرقم ده كتير قوي، قللوا الرقم ده شويه، مفيش حد بيعمل كده، مفيش حد بيعمل كده غير محمد عبد الشافي. مواقف تانية تلاقي كابتن شيكابالا، واحد من اللعيبة اللي فترة من الفترات برضو ضحى بحاجات كتير جدا، وشفنا الأزمة بتاعت لشبونة، وشفنا الأزمة كانت عاملة ازاي، وصداها عامل ازاي، واللي كان متصدر للناس ايه، والمشكلة كانت في الأساس ايه. اتقال ان الكابتن شيكابالا القصة بتاعت لشبونة انتهت، والناس خدت فلوسها، والدنيا اتحلت، والراجل العقد بتاعه كان أغرب عقد في تاريخ كرة القدم في التاريخ، والراجل كان مش عارف العقد مكتوب فيه ايه عشان ما ياخدش فلوس، ما ياخدش فلوس، واتقال له ان الفلوس اللي انت المفروض هتاخدها في العقد ده هتروح للشبونة. ما حصلش، والراجل ما خدش اي حاجة. ايه اللي حصل؟ اللي حصل اللي الراجل حكاه وطلع اتكلم فيه، ان مفيش حاجة اتدفعت ليه نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، وفي نفس الوقت انه اتضر بشكل كبير جدا، ان العقد بتاعه كان متقال له انه هيتخصم القيمه اللي اتدفعت للشبونه، مفيش حاجه اتدفعت. فانت عندك لعيبه هتلاقي مواقف. طيب هل شيكابالا الموقف ده بس؟ لا، شيكابالا في فتره من السنين، في عقد تقريبا كامل حوالي 10 سنين تقريبا، الراجل ده كان شايل نادي الزمالك على يعني على كتافه كده، كان شايل الفرقة بشكل مش طبيعي، أحسن لعيب في مصر كابتن شيكابالا، افتكروا كده الفترة دي كان أحسن لعيب في مصر، راجل بيعمل كل حاجة مع نادي الزمالك، هو القلب النابض للفريق، الأهداف كلها تلاقيها عن طريقه، تلاقي الخطورة كلها. أساطير في أندية تانية يتكلموا عن كابتن شيكابالا إزاي، يتكلموا يقول لك إحنا أنا مبسوط، أنا مبسوط إن أنا بتكرم شيكابالا، اتفرج على شيكابالا وجمال شيكابالا والأهداف الغريبة اللي بيحطها شيكابالا. ده هدف في بتروجيت، افتكر الهدف ده كان في الدقايق الأخيرة من عمر المباراة، وكان عمرو زكي فاتح ناحية اليمين، لكن كابتن شيكابالا محدش يتوقعه، حط الكورة في المقص، تعالى احنا آسفين كابتن أحمد شعبان، كابتن عمرو حسن بيحلق، الكورة اتحطت في المقص. فترة كانت ذهبية للكابتن شيكابالا مع نادي الزمالك، ومن الحاجات اللي بتضايق بعض الناس الزملكاوية يقول لك العمر، يعني العمر لو كان مثلا في فترة من الفترات شيكا كان بيلعب معاه سكواد
مثلا زي 2020 كان الموضوع فرق بشكل كبير جدا. كان الموضوع فرق، بص الكورة عاملة ازاي، بص الأهداف عاملة ازاي. طبعا للأسف كان في فترة صعبة جدا لنادي الزمالك في حتة المحترفين، يعني أبو كونيه ورحيم أيو، أسامي يعني وقتها كان ممكن يبقى فيه لعيبة أقوى من كده بشكل كبير جدا في نادي الزمالك، لكن المشاكل الإدارية كنتش عارف تعمل إيه، كان مفيش تخصص، ما كانش في حد بيجيب لعيبة بشكل متخصص كده يبقى حد يعمل سكاوتينج، ما كانش فيه الكلام ده. راجل بسم الله الرحمن الرحيم في كرة في المصر صاروخ، ده شيكابالا، ده كابتن شيكابالا، محدش يقدر ينساله أي حاجة من الحاجات دي. كان عمر جابر لسه ناشئ، ومحمد إبراهيم أهو 33، وعاشور الأدهم برضو من اللعيبة، وكابتن عبد الشافي معاهم، فعلاء علي رحمة الله عليه، مجموعة كان أبرز واحد فيهم كابتن شيكابالا. فالمواقف دي هي اللي بتخلق عند الجمهور القناعة بإن الراجل ده، لأ ده أيقونة، ده أسطورة، الراجل ده عمل إيه، شال النادي في كذا وكذا وكذا. هل الراجل ده مثلا كان لعيب مؤدي فهو عشان خاطر شال النادي وما عملش مشاكل وي 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 وي، الراجل ده احنا قلنا عليه أسطورة؟ لأ، ده لعيب موهوب من أمهر اللعيبة اللي أنجبتهم الكرة المصرية باعتراف أي حد، باعتراف أي مشجع لأي فريق. يقول لك لأ شيكابالا كواليتي، لأ كان يلعب في أوروبا ويكمل في أوروبا لولا سوء الحظ وسوء التوفيق وسوء التفكير في بعض الأوقات. كان لأ كابتن شيكابالا ده كان في حتة تسعة. فدي القصة اللي أنا أتكلم فيها. بص على الأمثلة اللي عندك من كباتن الفرقة اللي موجودين دلوقتي، وشوف هما كانوا في أزمات عاملة إزاي. كان نادي الزمالك غرقان في القضايا في الفترة اللي أنا بتكلم فيها عن كابتن شيكابالا، قضايا وحل مجلس وأسامي كانت كتير جدا، يعني عدى في مثلا في الحقبة الزمنية دي أسامي كتير جدا 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 على تولي رئاسة نادي الزمالك. تلاقي حد يقول لك لجنة معينة لإدارة نادي الزمالك لمدة سنة، لجنة لإدارة نادي الزمالك بقيادة مش عارف مين لمدة 6 شهور، لمدة سنتين. فأنت كان نادي الزمالك غرقان في المشاكل والأزمات، وكان اللعيب زي الكابتن كده شيكابالا كان بيموت نفسه، كان شايل الفرقة بمعنى أصح، ما كانش بيقول أصل في مشاكل أصل في مش عارف إيه، لا بيموت نفسه بيعمل اللي عليه. فالجمهور ذكي جدا، والجمهور واعي جدا وفاهم جدا جدا مين اللعيب اللي بيعمل اللي عليه ومين اللعيب اللي ما بيعملش اللي عليه، ويعني في بعض الأوقات الصعبة ما بتلاقيهوش واقف في ظهرك، تلاقيهوش واقف جنبك، تلاقيهوش ليه موقف إيجابي. ده اللي بنطلبه من اللعيبة اللي موجودة دلوقتي. أنت مكمل المجموعة اللي موجودة دلوقتي مكملة لحد شهر يناير، بعد أقل من شهر أنت هيبقى عندك استقرار إداري بشكل محترم، بقى عندك مجلس إدارة تقدر تطلب منه في الفترة دي اللي أنت عايزه. مجلس الإدارة اللي هيبقى موجود ده يبقى عنده علم بكل شيء في النادي وبكل مشاكل النادي وبكل قضايا النادي. فأنت دلوقتي تعمل إيه؟ من هنا ليناير أنت بتركز في الملعب، بتعمل اللي عليك في الملعب عشان الجمهور يقدرك، عشان الجمهور يحترم فيك إنك بتعمل اللي عليك حتى في أسوأ الظروف. فده شيء في منتهى الأهمية. حبيت بس أقوله لبعض اللاعبين في نادي الزمالك اللي متواجدين دلوقتي، جمهور الزمالك هيدعمكم، أنت اللي عليك إنك تفكر بعقلك. الفترة دي فيها إيه؟ الفترة دي فيها 1 2 3 لحد يناير، ما عنديش صفقات، أنا اللي هشيل النادي، أنا اللي متواجد دلوقتي، فأنا أعمل اللي عليا لحد يناير، لحد ما يبقى فيه صفقات جديدة، لحد ما يبقى فيه تدعيمات، لحد ما يبقى بعد أقل من شهر من دلوقتي هيبقى فيه مجلس إدارة، أقول له على حاجة مضايقاني، أقول له على حاجة مزعلاني. هتبقى أنت راجل كده بروفيشنال، قلبك على المصلحة العامة، بتعمل اللي عليك وأكتر عشان خاطر نفسك، عشان خاطر اسم النادي العظيم اللي أنت بترتدي التيشيرت بتاعه، ولكل مقام مقال. بعد أقل من شهر تقدر تطالب بحقوقك، تقدر تطالب بأي مشكلة أنت بتعدي بيها،
وتعرف برضو وتقتنع انك اللي شايل النادي لحد شهر يناير، ده امر في منتهى الاهميه.